وللمزيد حول الخروق الإيرانية للاتفاق النووي المبرم بين طهران والدول الغربية ينضم إلينا السيد نوري حمزة الكاتب الصحفي الأحوازي عبر الهاتف من ستوكهولم. مرحبا بك أستاذ نوري حمزة. بحسب الأمم المتحدة فإن إيران عززت منشأة نوتونز النووية بأجهزة طرد مركزي جديدة، ما الهدف الذي تسعى إليه إيران من خرق الاتفاق النووي برأيك؟ مساء الخير. يبدو أن الهدف من خرق الاتفاق النووي من الطرف الإيراني واضح جدا. إيران تريد أن تستمر ببرنامجها النووي العسكري المحظور والمرفوض غربيا وأمميا، فهذه الأهداف تتابعها طهران بشكل وآخر حسب استطاعتها السياسية والدولية، وحين تسنح لها الفرصة آملة أن تأتي الإدارة الأمريكية الجديدة وتتعامل معها في هذا الملف بأقل من الضغوطات السابقة التي جربتها في عهد ترامب. هذا ما تطمح له طهران، ويبدو أن جاء المركز الجديد جاء على خلفية بعد ما تدمر معمل أو مصنع نطنز النووي خلال الفترات الماضية، فصنعوا مركز جديد تحت الأرض يقع بنفس المنطقة قريب من نفس المركز، هذا مركز نطنز، فتريد أن تغطي هذا الفشل من جهات أخرى وتستمر ببرنامجها النووي العسكري. طهران يعني من وجهة نظرك تعتقد أن إيران تأكدت من أن مزيدا من العقوبات لن تطال قادتها، لذا أقدمت على تعزيز المنشأة النووية بأجهزة طرد مركزي جديدة؟ هل السؤال نعم يعني تعزيز المنشأة النووية بأجهزة طرد مركزي جديدة، هل جاء نتيجة ربما يعني ضمان إيران أن قادتها سوف لن يتم مساءلتهم ولن يتم محاسبتهم ولم يتم يعني ملاحقتهم؟ لا، ليس من هذا الباب، لا أرى من هذا الباب لديهم أنه فكرة بأنه لا يتم محاسبتهم ومعاقبتهم، ولكن يطمحون أن الإدارة الجديدة الأمريكية تتعامل معهم بشكل وآخر وترغم الأطراف العدة الأوروبية تتعامل في هذا الملف، وربما يمرون شيئا ما. بينما الإدارة الأمريكية الجديدة كانت واضحة لحد الآن، شخص بايدن يعني المرشح أو لنقول الرئيس المنتخب لحد الآن حسب كل التطلعات والآراء وما صرح عنه، تحدث بالحرف الواحد، قال نحن الآن العالم مختلف عما مضى عليه، وترامب أسقط الاتفاق النووي والعودة للاتفاق النووي صعب من جهة أخرى. فكل هذه الأشياء كلها يعني إذا نألفها مع بعض نستخرج منها أن إيران تطمح أن فقط تخترق وتحقق شيئا ما. إذا حققت شيئا ما في مجال التغرب إلى صناعة القنبلة النووية، هناك نقطة الحوار مع الغرب، يعني تزيد كفتها وقدرتها للمحاورة مع الغرب حول الشأن ذاته وليس أمره. هناك أستاذ نوري من يعني يرى أن وصول بايدن إلى البيت الأبيض يعطي أريحية للنظام في طهران، ويستدل على ذلك بما قاله الرئيس الإيراني حسن روحاني في هذا السياق. ترى يعني مع وصول بايدن إلى البيت الأبيض ما النقطة التي تتوقع أن تصلها إيران في الاتفاق النووي؟ لا نرى في ذلك أمل لطهران في الموضوع، هذه مجرد تطلعات وتكهنات وآمال قد تتبخر بوصول بايدن إلى البيت الأبيض. بايدن بالحرف الواحد قال هناك ملفات أخرى تطرح، نحن لن نعيش في يعني أنا أقول لم نعيش في عام 2015، نحن في يدخل بايدن البيت الأبيض في 2021، أي 5 سنوات بعد الاتفاق النووي المهمش والمدمر. فإيران تقدمت في المنطقة، دمرت المنطقة الشرق الأوسط بميليشياتها، من جهة أخرى ملفها في حقوق الإنسان ملف فاشل ومتخلف جدا. و بالتأكيد كل هذه الملفات هي مرتبطة بالاتفاق النووي أستاذ نوري. بالمقابل بايدن تحدث عن اتفاق نووي جديد، ماذا كان يقصد بالاتفاق النووي الجديد؟ الاتفاق النووي الجديد يأتي
من منبر أمريكي أن إيران تتخلى عن البرنامج النووي العسكري تامة وتصرح بما لديها من قدرات نووية بشكل شفاف جدا وتستمر بالعملية النووية أو المعامل النووية معاملها النووية اللي تستخدم المشاريع الأخرى المدنية فما به مشكلة. هذا ما يطمح له الأمريكان. لكن إيران من جهة أخرى لديها مصانع نووية تطمح إلى صناعة السلاح النووي، هذا ما يخيف الأمريكان والغرب من جهة أخرى. وكذلك بجنب الاتفاق أيضا ستطرح ملفات أخرى، الملف الصاروخي وملف الشرق الأوسط وملف حقوق الإنسان ربما، فكل هذا يأتي في إطار اتفاق واحد، هذا ما يطمح له ما تطمح له الإدارة الأمريكية المقبلة. نعم، هناك أيضا حديث عن تحرك قطع بحرية أمريكية وكذا أيضا يعني قطع بحرية تابعة لجيش الاحتلال الصهيوني باتجاه الخليج، هل تتوقع ضربة ربما عسكرية في المقابل يعني استباقا لترك ترامب البيت الأبيض في 20 من الشهر المقبل؟ في آخر محادثات ترامب مع مستشارين يعني مستشاري ترامب يعني حذروا ترامب من وقوع أو من الهجوم على إيران حتى لو كانت ضربة محدودة. لماذا؟ لأنه قد تشعل المنطقة هذه الضربة المزعومة. فهناك محاولات يعني في نادي أو في جهات في البيت الأبيض والبنتاغون وجهات أخرى تطمح لهذه الشيء وجهات أخرى مختلفة مع هذه الجهات التي تريد أن تضرب إيران. من جهة أخرى أيضا دول الخليج ودول المنطقة يردون يعني أو يطلبون الأمان أكثر والحماية الأكثر، فلهذا تأتي هذه القطاعات البحرية والعسكرية تستغر في منطقة الخليج خوفا من أن أو تحذيرا من أن يعني أنه قد يكون في الفاصلة الزمنية الفترة الزمنية في انتقال الإدارة الأمريكية من القديم إلى الجديد من يعني ترامب إلى بايدن قد يحدث شيء ما، فيكون الجيش حاضر ومستعد في هذه المرحلة لصد أي هجوم محتمل من قبل إيران تجاه المنشآت النفطية وغيرها الاقتصادية والسياسية في الخليج أو في مصالح أمريكا في المنطقة. شكرا جزيلا لك أستاذ نوري حمزة الكاتب الصحفي الأحوازي، كنت معنا عبر الهاتف من ستوكهولم.